يحيى، لماذا افترقت الأمة رغم أن كتابها واحد؟ لأن الله خلق الخلق أطوارا، وأرى وخلق قوما للجنة وخلق قوما للنار، فقال تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. وقال ما نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وإبليس يسعى في إغواء العباد وصرفهم عن الدين.